يلا عبود سجل انت كمان. بسم الله. يلا عبد الله عادل مسجل يا عبد الله. بإسماعيل، الو، نعم اسمعي تسمعني؟ ايوه سمع. ابو اسماعيل دخلت الحين بالجوال، تسمعني؟ ايوه اسمعك. قبل اللابتوب ما تشتغل الشاشة. ايوه خلاص خلاص، هو محمد فتح تسجيل، خلاص محمد يكفي، يلا الله يستر عليك انت عبد الله. تمام، السلام عليكم، ودعناك الله. مع السلامة مع السلامة. حماد. يلا حماد، أنا وياك أنت، بس أنا وياك انفرادي. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. شابتر فايف يا حبيبي. إحنا طبعا الكلام عن نوع من التوزيعات الاحتمالية، البروبابيليتي ديستريبيوشن المنفصلة، الديسكريت. ديسكريت كان فيها ثلاث انواع والجداول وكده. اول واحد فيهم اللي هو كان الباينوميال ديستريبيوشن اللي قلناه في الحلقه الماضيه او في الجزء الماضي من التسجيل، الباينوميال ديستريبيوشن. والباينوميال كان بيشتمل على فكرتين، اللي هو حدث وقع او لم يقع. بنقول انه الحدث وقع او تم، يبقى نقول ده سكسيسيف، او ما تمش نقول فيلر. يعني عندك احتمالين، احتمال ان الحدث يتم نقول سكسس، هذا بنسميه بي. عدم وقوع الحدث بنسميه كيو، او نقول واحد ماينس بي. وعندي قانون اللي هو القانون الباينوميال اللي حلو الصغير دوت، ان سي اكس بي اس اكس واحد ناقص بي اس ان ماينس اكس، مع حساب المتوسط الحسابي حقه اللي هو ان بي، وان بي في واحد ماينس بي، هذا يحسب الستاندرد ديفيجن والفاريانس، واللي فوق اللي هو ده الاكسبكتد فاليو او المين. هذه القوانين زي اللي خدناها في شابتر 4 سابقا، اللي زي نحسب المتوسط والفاريانس للبروبابيلتي ديستريبيوشن. المهم ده كده كلام مراجعه عن اللي حصل في الحصه اللي فاتت عشان نعرف شابتر 5 بيتكلم عن ايه. شابتر 5 يحتوي عدد من التوزيعات الاحتماليه المنفصله، منها الباينوميال، وبعدين منها بعد شويه الهايبر جيومتريك، وبعدين منها توزيع بويزون او بوسون اللي هو منفصل كلها لها جداول. الهايبر جيومتريك ديستريبيوشن عنده قانون وملوش جداول، يعني حضرتك على طول قانون تحفظه وخلاص. ايش فيه في الهايبر جيومتريك؟ طبعا هايبر جيومتريك اللي هو المفروض الهندسي، التوزيع الهندسي المطلوب يعني. When we use the binomial distribution، عندما استخدم الباينوميال، we assume that our trial، كل المحاولات حقتنا are independent، مستقلة. يعني ما فيش محاولة تأثر على الثانية أو تلغي تأثير الاحتمال from limit. This require sampling with replacement. Replacement يعني شيء نطلعه ونرجعه تاني. هنختار من الجروب عنصر نشوفه ونسجل احتماله أو نسجل نوعه ونرجعه تاني. Replacement يبقى معنى كده المجموعة الأصلية بتفضل عناصرها كاملة زي ما هي. When we use the hypergeometric distribution، عندما نستخدم ده، we don't require، لا نحتاج that our trials are independent، لا تحتاج ان المحاولات تكون independent. الاندبندنت دايما بيكون في حاله الريبليسمنت، لان الحوادث كلها تكون مستقله عن بعضها. خليني اضرب مثال واقول لو انا عندي صندوق فيه 10 بطاقات مثلا، ارقام 1 2 3 4، لو سحبت بطاقه يبقى احتمال ان الحصول على الرقم 1 هو 1 من 10، احتمال الحصول على الرقم 5 هو 1 من 10، اي رقم 1 من 10. طيب طلعت البطاقه وخليتها بره وعايز اسحب بطاقه ثانيه، البطاقه الثانيه راح يكون احتمالها من 9 لان البطاقات نقصت. اما لو رجعتها ثاني فيبقى هنا الاحتمالات كامله من 10. عشان كده لو كان رجعت يبقى ده اسمه اندبندنت، لانه سحب البطاقه الثانيه ما يتاثر بالبطاقه الاولى، لان العدد 10 فل كامل زي ما هو. لكن لو طلعت البطاقه وزاوت ريبليسمنت ما رجعتها، في هذه الحاله نقول ديبندنت. ليه؟ لانه الحدث الثاني راح يتاثر بالحدث الاول. If we are sampling from a limited group object، this required to without replacement، without replacement بدون ارجاع. الهايبر جيومتريك عباره عن ايش؟ ايش محتوياته؟ Suppose that we have a population of n، n capital من الاشياء، عدد من الاشياء n capital.
السامبل هناخد عناصر عينه ان سمول اوف ذس وزاوت ريبليس وزاوت بدون ما نرجع، يبقى هنا العمليه ديبندنت او الحوادث ديبندنت. فور ها تيستنج لاختبار معين، ليتل اكس بي ذا ديسكريت راندوم فاريبل ويز اوت كامز ويز كاونتس ماشي ذا نمبر اوف سكسسيف ان اور ان تريل، يعني في حاله الجزئيات اللي راح نسحبها هي حالات النجاح في الحدث دوت. The random variable X has a hypergeometric distribution. هذه المواصفات بتاعته. ايش القانون حقه يا بطل انت وياه؟ قانون بدون جداول الله يبارك فيكم، يعتمد على التوفيق في الحساب. مش التوفيق اللي قدامك، K. K تحتها X، K توفيق X. N كبيرة اللي هي N حق البوبوليشن ناقص K، N السامبل ناقص X، N كابيتال N سمول توفيق، هذا كله يكون عدد وهذا هو المتغير قيمة المتغير X. وهذه الـ N كابيتال N سمول حق المجموعة، وش سالفة الـ K؟ هنعرف دالحين الـ K وش مواصفاته. تعال. الـ X إذا كانت الـ X distributed according to hypergeometric distribution يبقى ده القانون بتاعه. الـ mu هيساوي N K على N سمول K على N كابيتال. لحظة يا محمد، والـ variance هذا هو. ألو؟ السلام عليكم وبركاته. الحمد لله بخير. مع السلامة. ايوه حماده، ايوه قلبي معك. قانون متوسط الحساب اللي هو الميو اللي هو الاكسبكتد فاليو عباره عن ايش قدامنا؟ سكت ده عشان تكتب. اي اكس يساوي ان سمول تحت في المقام ان كابيتال ها بس إيه. بس اسماعيل نعم، الميو والاو هذه اللي عليها ما ادري سيجما توقع صح؟ ايوه سيجما، ايوه سيجما تربيع، هذه كلها حق الدرس اللي قبل صح؟ اللي بدايه شابتر 5. لا شابتر 4 موجود، هذه الرموز موجوده في شابتر 4 خدناها. تمام. متوسط والكلام ده كله موجود في شابتر 4. تمام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. توكم بعدين يا استاذ؟ ايش؟ توكم بعدين؟ مين معانا؟ علي يا استاذ. علي مين؟ على اليوم؟ ايه يا استاذ. تمام يا حبيبي. لسه بنتكلم في البدايه. تمام يعطيك العافيه. بنتكلم لسه عن مواصفات الهايبر جيومتريك اللي هو ديستريبيوشن، عباره عن قانون يحتوي ايش الفكره فيه؟ دايما يكون عندك عدد من المجتمع او عدد من الاشياء اللي هي عددها ان كابيتال بوبليشن، وبنختار منها ان سمول جزئيه صغيره. تمام، ويكون عندك متغير عشوائي اللي هو الداخل الايه العينه اكس، العينه صغيره. احتمال الهايبر جيومتريك رمزه اتش اكس وان كابيتال وان سمول والكي، الكي اللي هو هنا عدد المحاولات او الحاجات اللي احنا هنشوفها مع بعض. القانون بتاع المتوسط، هذه الحاجات دي تتحفظ او لا؟ ده ممكن تيجي خيارات او تيجي لك في مساله قدامك اكيد يقول لك احسب خلاص تبقى انت عارفها. ان كي على ان، والثانيه اللي هو الفارينس ان كابيتال ناقص ان سمول على ان ناقص واحد مضروب، هي ما جت قبل كده ولكن هذه من باب استيفاء المعلومات. كيف نستخدم وش المسائل اللي عليه؟ يلا. An urn contain three green balls ماشي، اثنين بلو and four red. صندوق urn يحتوي ثلاث كرات خضراء وثلاث واثنين كرة
زرقاء وأربعة حمراء، يبقى التوتال عندك كده 2 و3 و4، التوتال اللي هو 9 كرات توتال في الصندوق كله. Find the probabilities that both blue balls and at least one red ball are selected. شو دارين المسألة دي تيجي على الهايبر جيومتري جمل. انت عندك هنا توتال الصندوق N capital، وعندك الجزئيات الصغيرة اللي فيه 3 أنواع. يبقى هنا الثلاث أنواع حضرتك كده يمثلون الإيش؟ الجزئيات N small N small متماشي. طيب لما احنا عايزين نحسب اللي هو احتمال ان احنا لما ناخد ان راندوم سامبل اوف 5 بول في عينه عشوائيه قيمتها كم؟ 5 كرات، هذا الان سمول. فايند ذا البروبابيلتي ذات بوس بوس بلو كرتين بلو اند ات ليست 1 ايه 1 ريد كلهم يكونوا بلو، واحتمال يكون عندك ات ليست 1 ريد. طيب ار سيلكتد، انت عندك هنا الخمس كرات منهم 2 ازرق ما في غيرهم، يبقى احنا عندنا الكرات في اللي هو عايز يطلع من المجموعه يطلع منها 2 ازرق بس. طب لو طلع معايا 2 ازرق يبقى لازم نكمل الخمسه. اذا قد يكون عندك واحد جرين 2 جرين وواحد احمر، او واحد جرين واثنين احمر، او 0 جرين وثلاثه احمر. تاني الحسبه دي كده فاهمها كويس. الراجل عايز ياخد عينه من 5 كرات من 9، بس بيقول لحضرتك ان احنا هناخد عايزين نحسب احتمال ان يكون عندي الكرتين الزرق معانا، ناخد الاثنين بلو ونكمل عليهم اتليست ايش؟ اتليست 1 ريد، على الاقل واحده حمراء. طيب ما ممكن يكون واحده حمراء من الخمسه، ممكن يكون اثنين حمر او ثلاثه حمر، لان الاحمر كتير اربعه. احنا هناخد اثنين في الجيب مضمونين اللي هم اثنين الزرق، ونكمل عليهم كمان ثلاثه. الثلاثه دي ايه؟ عباره عن وشو؟ عباره عن لازم يكون منهم واحده حمراء على الاقل. يبقى ممكن يكون واحده حمراء او اثنين احمر او ثلاثه احمر. في حاله واحده حمراء هيكون اثنين جرين، في حاله اثنين احمر هيكون واحد جرين، في حاله ثلاثه احمر هيكون زيرو جرين. عشان كده هتحط الكلام ده القانون ثلاث مرات. القانون ايش؟ ثلاث مرات يا عمي على ايه؟ على الكرات كلها. التوتال او السامبل سبيس عباره عن وشو؟ 5 من 9، يعني 9 توفيق 5. طيب اسماعيل كيف 9؟ 9 لان هم 3 كرات احمر واثنين ازرق واربعه احمر، اجمع 3 واربعه واثنين كم؟ اوكي تمام. التوتال هنا 9، هنختار منهم 5، يبقى المقام هو عباره عن ايش؟ 9 توفيق 5 اللي هو زي شكل القانون ده. لان الكابيتال 9، ايوه تمام. الكابيتال 9 والان اسمه 5، وتمشي حضرتك بقى على الجزئيات اللي هي الصغيره. احنا عندنا 2 بلو هيفضل ثابت طول عمره، 1 2 بلو 2 بلو 2 بلو، شايف؟ هنا لو اني هركز ثاني الماوس الثاني نوت، هذا 2 بلو وهذا كمان 2 بلو وهذا كمان 2 بلو. تعالى بقى هو الاحمر اللي بيتردد. لو احنا هنختار واحده احمر يبقى واحده من 4 4 سي 1 ويبقى 3 سي 2. لو واحد يطلع عندي 2 احمر يبقى 4 سي 2 للاحمر، والجرين يبقى 3 سي 1. لو الريد يبقى 4 3 اسف يبقى 3 سي 4 ومعاك 3 سي 0. كل ده يتحسب في الحاسبه ويتجمع. هذه فكره الهايبر جيومتريك اللي هو ده المطلوب. ابو اسماعيل كيف احسبها في الحاسبه؟ لا الحاسبه تفتح كسر وتكتب التوفيق وتحت فوق وتحت. اوكي تمام. حاضر يا ولدي حاضر، بس انا معايا حصه مخلص هدخلك بين حصتين هدخلك. حاضر. ثاني يا محمد، عرفت كيف دخلها بالحاسبه؟ في البسط تكتب تفتح كسر الاول وتكتب 2 سي بالحاسبه، ما تطلعش الاقواس، الحاسبه بتطلع سي، حرف السي صح؟ ايوه تمام. هوم اونر مالك المنازل بلينت 6 6 بالك سيلكتد ات اري ات ايش؟ ات راندوم فروم ا بوكس كونتين 5 تيوبلس 5 تيوليب بول اند 4 دافودل بولز ماشي بالبس. وات از ذا بروبابيلتي ذات البلانيت 2 دوفلس بلو اند 4
تيوب بلس. انت عندك هنا العدد الكلي اللي موجود عباره عن كم؟ عد كده كونتين البوكس كونتين كم؟ الصندوق يحتوي 5 و4 5 و4. اوكي يبقى دي الانواع اللي موجوده. الصندوق عدده كله كم؟ 9. هو عايزك تحسب وات ذا بروبابيلتي ذات اللي هي البلانيت 2، يبقى 2 من البلانيت و4 من التانيات. انت هتختار مجموعتين، المجموعه كلها كم؟ ال 9 سي 9 سي 6 اللي هو التوتال 9، الان كابيتال 9 والان سمول اللي هي 6. الستة دول هيتوزعوا شلون؟ 4 من النوع الاول 5 و2 من النوع الثاني، يبقى 2 و4 تاخد 5 توفي 4 والثالثة هي 4 توفي 2، وهي كده انت حسبت الهايبر جيومتريك. راندوم كوميتي لجنة تتكون من 3 اشخاص او السايز بتاعها 3. از سيلكتد فروم 4 دكتور 2 نيرس. عندك 4 دكاترة و2 ممرضين، هنختار منهم لجنة، اللجنة تبقى 3 أشخاص، يبقى الـ N كابيتال هي 6 توتال، والـ N سمول اللي هنختارها عدد أعضاء اللجنة 3. write a formula، اكتب فورمولا for the probability distribution of the random variable X، اكتب القانون بتاع الإيه ده؟ ماشي. For the random variable X represents the number of doctors on the committee، حدد عدد الأطباء في اللجنة. find the probability X من 2 ل 3. طيب وش بكتب انا هنا؟ يبقى الـ probability 2 دكتور و1 نيرس، لان احنا اخترنا 3 اشخاص، يبقى الدكاترة ممكن يكون 2 او 3. اذا كان الدكاترة 2 يبقى معايا واحدة ممرضة او واحد ممرض. اذا كان معايا الدكاترة 3 يبقى مفيش ممرضين، اللجنة اكتملت خلاص، الممرضين صفر. حط القانون بتاع الهايبر جيومتريك هنا وهنا واحسب يا ريس. هذه فكرة كتابة الايش؟ الجزء المطلق. اسماعيل تفضل. ايش الفائده من هذه انها بي 2 اصغر من او تساوي الاكس؟ عدد الاطباء محصور من 2 ل 3. طبعا الطبيب هنا مش هيتكسر، مش هنقول دكتور ونص، فالدكاتره يكونوا 2 يكونوا 3 في اللجنه. واللجنه كم واحد اصلا؟ 3. ايه 3 3 لو كان منهم 2 دكاتره يبقى باقي ممرض، لو كانوا 3 دكاترة يبقى مفيش ممرضين، زيرو ممرضين. وصلت يا حمادة؟ وصلت وصلت. يبقى المسائل الثلاثة دول خاصين بإيش؟ بالهايبر جيومتريك، اللي هي مسائل تعتبر سبيشال كيس، إنك أنت عندك تجمع من الأشياء وبتختار منه عدد محدد لتكوين مهمة أو لتكوين شيء معين خاص بالإيه؟ بالنفس النوعية اللي عندك دي. الشيء الأخير اللي هو الكابتن بويزون، بويزون اسم عالم، بويزون ديستريبيوشن توزيع بويزون، أو نقول بويزون المفروض هي تقرأ بويزون، يعني زي ما تعلمناها كده بويزون، لكن هنا يقولوا بويزون ماشي مش هتفرق معنا. البويزون ديستريبيوشن هو جدول يحتوي قانون ويعتمد على المتوسطات. يعتمد على المتوسطات يعني إيه؟ يلا نشوف مع بعض. ومعاه جدول زي جدول الباينوميال، الجداول موجودة حطها لكم على الملفات، مع الملفات. اقرا معايا كده البويزن اكسبيرمنت، تجربة بويزن بتقول ايه؟ The numerical value، القيم الحسابية of the random variable X which counts the number of outcomes in a given time interval، فترة زمنية معينة، or in given region، في منطقة محددة. دايما هنا بويزون يعتمد على الفترات او يعتمد على المتوسطات. مثلا جاب لك امثله اهو. The number of traffic accident per hour in جوبيل، عدد الحوادث المروريه في الجوبيل في الساعه. The number of errors، عدد الاخطاء per square meter of the company lines، يعني في الشركة، في عدد الوحدات أو عدد الأخطاء في الإيه؟ في المتر المربع خلال الشركة أو داخل الشركة. The number of bacteria in the given culture، في مزرعة تحليل معينة يبقى عدد البكتيريا. إذن هذه أمثلة مرتبطة بالزمن، مرتبطة بالزمن. كده في دورات زمنية، كل ساعة 5 ساعات. ممكن يحكي لك حكاية بعد شوية، يقول لك الطوابير على الصراف بتاع البنك مثلا كل 10 دقائق يدخل على الصراف متوسط 5 أشخاص مثلا، او كل ربع ساعه يدخل كذا، يعني دائما فيها وصلات، فيها فترات. البويزن بروسس اجراءاته ايه؟ The number of outcomes occurring ايش؟
the number of outcomes occurring in one time, in one time interval. يعني لازم يكون في فترة زمنية. All region independent on the number of outcomes. اعتمد على المخرجات. In any other design interval or region. يعني لازم يكون فيها فترة. The probability that a single outcomes مفردة واحدة will occur during a very short time interval or very small region and is proportion يتناسب to size للحجم الكلي للانترفال region outcomes. طيب ماشي. The probability هذه خواص طبعا بويزون. Probability that more than one outcomes أكثر من مخرج will occur in very small interval or region is negligible يعني مهمل. يعني أنت دائما يحصل عندك حاجة واحدة بس خلال الفترة الزمنية المعطاة. يعني فيش تكرار. ده معناه كده. Let X be the number of outcomes occurring during a Poisson experiment is called the Poisson random variable. هذا لتسمية X. The probability distribution of X is called the Poisson distribution. The Poisson distribution عنده قانون وعنده جدول زي ما اتفقنا. Let X be represent the number of outcomes occurring in a given interval or region في فترة أو منطقة. Where T represents the size. اقرأ كويس كده. T اللي هي time represents the size of interval. طول الفترة أو المنطقة. قد يكون زمن أو قد يكون تعبير آخر. Let the BFM X اللي هي الدالة اللي راح نشتغل عليها. الدالة هتكون إيش؟ B Poisson X ولمدة T. لمدة T هنا هيكون هو المتوسط اللي بنسميه. ميو هيبقى عبارة عن الفترة مضروبة في اللمدة أو لمدة T اللي هو المتوسط بشكل عام. نقول ميو أو نقول أفريج أو نقول مين كلا سبعة. كاتب أنا مصطلحات ريديف على الكلام ده كله. إيش احتمال يا ولد؟ E أس ماينس لمدة T مضروب في لمدة T أس X على مضروب X. قانون حليو وصغير بس أهم شيء لما تقرأ السؤال تحدد وش هي T وش هي الـ X المطلوبة منك. واللمدة T على بعضها اسمها الأفريج هيقولها لك في السؤال. Where the lambda is the average number outcomes per unit يعني عبارة عن عدد المخرجات في الزمن أو في الوحدة الزمنية الـ unit time أو الـ length أو الـ area أو الـ أي شيء آخر. الـ expected value عبارة عن lambda T بس والـ variance عبارة عن lambda T الاثنين زي بعض. ولما ناخد الجذر S دي هيبقى جذر إيه lambda T. ده بالنسبة للقوانين اللي هناك. طيب let X be a binomial random variable with MFB. يبقى البينوميال هنا ده كده عشان يربط الاثنين البويزون مع البينوميال. يعني البويزون هو كده كأنه امتداد للبينوميال بشكل عام. شايف البي البينوميال X وإنه بي عبارة عن يروح للبويزون في حالة الـ N ما لا نهاية. ده الارتباط بينهم يعتبر سؤال كده نظري ممكن يشطح فيه. We say that Poisson distribution is limiting distribution توزيع محدود the binomial distribution يعني حاجة محدودة ليه. يقرأ السؤال كده بالله معايا انت هو. On ايش؟ On average في المتوسط 3 traffic accident 3 حوادث في الشهر. ده كده في المتوسط يبقى انا عرفت ان العدد 3 خلال الشهر. Occur at a certain intersections what is the probability. يبقى كده هو اعطاك المتوسط. دايما اسئلة بويزون يتكلم عن الافريج. لازم فيها متوسط. متوسط الحوادث في الشهر 3 خلال تقاطع معين مثلا في شارع جدة ولا في أي شارع. المهم what is the probability that in any given month في أي شهر in this intersection ماذا يكون احتمال يكون عندي 5 حوادث أولوكيور ولا fewer than 3 أقل من أو أقل من 3 ولا at least 2 يعني أكبر أو يساوي 2. كده كل دي احتمالات أنت هتشوفها مع بعض. طيب وين المصطلحات؟ البويزن ديستريبيوشن ليه؟ عشان قال متوسط وز اكس يساوي 5 والميو يساوي 3. الميو يا اولاد اللي هي لامدا تي. الميو اللي هي ايش؟ لامدا تي. وفي الجدول هنشوف الميو. وي فايند فروم تيبل هنوريكم التيبل ده الحين. احتمال 3 و5 يساوي سيجما من 0 ل 5 بروبابيلتي اكس و3. اكس و3 ناقص بروبابيلتي اكس و4. ايه اللي حصل؟ يعني هنا ياخذ القيمه حقه الخمسه ما بيصير القيمه حقه ليش الاربعه. ليه؟ لان الجدول كوميوليتيف. تعالوا نوريكم الجدول الاول. اول شيء كده تعال نحسب القانون. القانون ايش يقول؟
لامدا اكس ولامدا تي اي اس ماينس لامدا تي لامدا تي اس اكس اكس مضروب يبقى في هذه الحاله لامدا تي هي الثلاثة اللي قال عليها هي الميو نقول ميو او نقول لامدا تي نقول ثلاثة حط هنا ثلاثة حط هنا ثلاثة واحسب بالحساب ده كله هيطلع نفس الرقم اللي طلع من الجدول هنوريكم الجدول ده الحين طب لما يقول لك احسب احتمال اكس اقل من 3 في يوال زان 3 يبقى تاخد احتمال الزيرو احتمال الواحد احتمال الاثنين وتحسب ده لوحده بالحاسبه وده لوحده بالحاسبه وتجمع هتجمع لو والله في الجدول يعطينا ايه القصه دي او يعطينا الجمله على طول خلينا نوريكم الجدول طبعا في الزد تيبل والتي تيبل والبويزون تيبل عشان نتعامل مع جدول بويزن الشباب مش مكتوب عندك فوق الجدول لامدا تي اللي هي الميو اسمها ايش؟ لامدا تي اللي هي الميو طيب وش كاتب لك هنا في لامدا تي؟ 0101010 كده 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 0900 لما وصل واحد صحيح ماشي يبقى نجز كده لما وصل واحد صحيح طب ايش الارقام اللي هنا؟ 0123 وبعدين 0123 لان 7 وبعدين مع اللامدا تي تكبر شوف اللامدا تي هنا زادت وصلت عدت الواحد الين وصلت 2 ماشي وعدت الاثنين انا وصلت ثلاثه في كل مره الجدول بيزيد هنا بيزيد الجدول ليه؟ لان قيم اكس بتزيد معاك كده الجدول انت هتشوف لامدا تي من فوق وتشوف قيمه اكس لامدا تي 4.5 5 لامدا تي اللي هي المتوسط وصلنا 6 وصلنا 7 كده المتوسط يبقى 7 المتوسط يبقى 8 المتوسط يبقى 9 الى متى؟ شوف شغال 10 متوسط وصلنا 20 الى ما لا نهايه دكتور ولا ايوه هو الى ما لا نهايه بس هم شويه وقفوا يعني هو خلاص حسب لنا 20 والاكس وصلت 40 تحت المهم احنا لو عندنا في الجدول المتوسط بتاعنا 3 هنرجع للثلاثه ونشوف الجدول اكس بيساوي كام في حاله الثلاثه اللامدا تي بيساوي 3 هنا لامدا تي 13 يبقى احنا هنروح للي هنا الثانيه هناك لامدا تي لامدا تي اللي هو 3 3 عندك والاكس بكام؟ الاكس ب 5 امسك الخط كده معايا امشي 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 هنا هذه هي لامدا تي مع الايه؟ مع الثلاثة ما ادري انا طلعت فوق ولا نزلت تحت اللي هو ده قدامك مع الخمسة يعني القيمة المحسوبة المفروض نقول بقى حقة الخمسة ناقص حقة الأربعة ليش؟ لأن الجدول هنا كوميوليتد يتجمع من الزيرو شايف؟ عندي 3 ده احتمال الزيرو ثم عندي 3 ده احتمال 2 ثم عندي 3 احتمال 3 وهكذا يبقى تجمع فلما يبقى عندي انا بتكلم عن عنصر اكزاكت لازم اخد الرقم ناقص اللي قبله الرقم ناقص اللي قبله هذا هو بس بس اسماعيل نعم يا فندم هذا ما راح يعطينا اياه الجدول مثلا في الاختبار صح؟ اذا ما اعطاني يبقى القانون لا هو لو حيقصد الجداول حيحط لك حته جدول صغيره تحل بها مش حيدي لك كل ده ايوه يعني بس برضو حتى ما بيعطينا جدول مثلا اللي احنا نحتاجه القيمه اللي نحتاجها مثلا يا اما يعطي لك لامدا من الجدول حقه التيبل او يعطي لك صفحه الجدول اللي انت هتستخدمها شفت الجدول هنا فيه كم صفحه فيه 7 8 صفحات ايوه يعطي لك صفحه واحده اللي فيها الحل وانت تبقى فاهم شلون تطلع من الجدول بس ولو ما اعطاني لازم انا احسبها صح هي اكيد طبعا لازم انت تحسبها بالقانون عشان كده احنا نبقى حافظين القانون انا ليش حليت بالقانون القانون بديل الجدول او الجدول بديل القانون اذا ما اعطاني الجدول حل القانون تمام تمام المهم حكايه ات ليست وات موست هنا طبعا اكس اكبر من 2 يبقى من 2 ورايح فوق 2 3 4 5 الى ما شاء الله لما نكمل العدد يبقى شايف في حاله اكس اصغر من 3 خدنا 0 وخدنا الواحد لانه العمليه تجميعيه لو احنا قلنا اكبر من 2 الى متى والله ما ادري هنقول يلا واحد ناقص توتال الجدول كله بيساوي واحد، واحد ناقص احتمال الاكس اللي هي زيرو وواحد اللي تحت الاثنين. ده طريقه ودي طريقه. اني انا اخذ اكس اثنين اكس ثلاثه اكس اربعه اكس خمسه خلصت. او اني اقول واحد ناقص احتمال الصفر والواحد بطريقه عكسيه. والجدول طبعا بتطلعها كلها. بس ركز علي يا دكتور يا اولاد الدكتور وخاصه الدكتور كرام بينزل لكم كده هتلاقيه منزله في البلاك بورد عندكم او في محاضراتكم هينزل لك جدول متى تستخدم اكبر منه واصغر منه تطرح من واحد ما تطرحش من واحد هتلاقيه منزل لك جدول زي كده يا ريت يكون موجود عندكم ولا شفتوه في محاضرات كرام
هم ينزلوا في الاصدادات، هو هتلاقيه حطه كده على البلاك بورد وشرح عليه وخلاص، بس شوفوا اتاكدوا منه تاني. فقرة سي دكتور ممكن تعيدها؟ الايه؟ فقرة سي. فقرة سي اقراها الاول وش يقول؟ At least 2 accident will occur. At least على الاقل 2. ماشي؟ تمام. على الاقل 2 انت عندك هنا المتوسط 3، احنا بنقول على الاقل 2. طيب هنستمر للمتى؟ على الاقل 2 يعني عايزين احتمال اكس اكبر من او يساوي 2. هذه تروح للجدول تقول 1 ناقص احتمال 2 نفسه. روح للجدول، هذه أكبر أو يساوي 2 صح؟ لو هي أكبر بدون يساوي كنا قلنا 1 ناقص احتمال 2 لأن 2 يبقى تحت، إنما هي الحين أكبر من 2 ومعايا يساوي يعني 2 فوق، يبقى احنا ناخذ القيم اللي تحت ال 2 وننقصها من 1. وين القيم اللي تحت ال 2؟ في الجدول طبعا، أوريك الجدول الأول. احنا برضو ما زلنا في صفحة الثلاثة هنا، روح للاثنين تحت الثلاثة يا بطل هتلاقي نفسك انت هنا في الحتة دي. صفر هي أربعة، صفر أربعة اثنين اثنين، هتروح تنقص ده من الواحد الصحيح يطلع لك قيمة البقية اللي هي فوق الاثنين. واحد ناقص قيمة الاحتمال بتاع الواحد، أنا شفت الاثنين قبل شوية وريتك الاثنين. ترجع تاني للجدول، هذا حق الثلاثة، يبقى احنا هناخد الرقم ده اللي عليه التصديق دوت 1991 وننقص من 1. ليه بننقص من 1؟ عشان احنا ناخد الجزء اللي فوق الاثنين، اللي فوق الاثنين يعني 1 ناقص الرقم 1999 هيطلع لك النتيجه اللي قدامك اللي هي 08009. ونقول سلامتكم. ماشي يا حماده؟ ايوه تمام تمام. ماشي يا حبيبي، يبغى لها ممارسه بس دي. ايه اكيد ان شاء الله. شوف بس ابو اسماعيل، نعم انا اقدر احسب القيم اللي من 2 وفوق صح؟ بس بتكون اطول. هي ايه بس الى متى توقف؟ ما هو ده اوقف عند 5. ايوه ليه بقى نوقف عند 5؟ هذا عدد الاحتمالات اللي هو حاط لي اياها ولا بس اكس يساوي 5، هذه اللي هو القيمه الاكس يساوي 5. ماشي تمام. دي خاصه بالفقره ايه الفقره بس 5 خاصة بالفقرة الأولى. طيب اللي تحت اللي غير الخمسة، هو في الأول قال اكزاكتلي 5 والكيور، طب في مرزان 3، طب أكبر من 2 يعني ممكن عدد الحوادث الكلي هنا مش محدد. الحوادث دي عدد الحوادث في علم الغيب بس مش محدد. أنا مش هقول والله هيحصل عندي 10 حوادث أو هيحصل منهم 2 ولا 3 والباقي ما يحصلش، عدد الكلي ما محدد، عشان كده يبقى 1 ناقص 2 وبس. لأنه يعني هنا في نقط المفروض تسويها. شوف أنا لما كتبت كاتب نقط، حاطط لك نقط هنا اللي كان المفروض ان الشيء الثاني مش محدد. فيبقى انا احسن اقول 1 ناقص اللي قبل الاثنين، مين اللي قبل الاثنين؟ هو الزيرو والواحد. واللي فوق خلاص ينطرح من 1، كان اللي باقي هو 1. طب فهذه الاحتماليه اسماعيل لازم يحط لي الجدول صح؟ ايوه الجدول دايما هيحطه، ما تخافش، هيجيب لك سؤال في الجدول بتاع باينوميال هيحط لك حته من باينوميال. هيجيب لك سؤال في الجدول بتاع بويزن هيحط لك صفحة البويزن أو قطعة، هيقطع منه صورة ويحطها في الورقة. طيب تمام. في أكيد إنه لازم أحط لك الجدول في الامتحان، ما راح تاخذ جداول معك أنت، غير مسموح أصلا إنك أنت تصاحب أوراق أو تاخذ جداول. ماشي تمام اسمعي، يلا موفقين إن شاء الله. إن شاء الله هنحاول إن شاء الله نعمل لكم بقى مراجعة يوم الأحد بإذن الله، اللي عايز حاجة وتحت أمركم في أي حاجة. خلاص وقف التسجيل. وقف يا حبيبي وانت تصبح.